ايوه قول يعقوب عليه السلام محذرا ابناءه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. قيل خشي الحسد، وقيل خشي كمان الشرطه. قديما ايام امن الدوله اذا دخل 10 اشخاص كلهم لابسين ثياب بيضه وغطر بيضه ولحه، الكمين لازم يوقفهم، صح كده ولا مكان؟ لازم حول على امن الدوله. فاما لكن لما كل واحد يدخل متسلل كانت بتمشي. نعم مصري من زمان وهي كده. هل هترجع كده؟ الله اعلم.